السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هعرفك إذا كان تليفونك بيدعم خاصية الـ eSIM. طبعا الـ eSIM دي يعني حاجة موجودة في الخط بتاعك أنت. كان الأول بتستلم الخطوط بالشكل ده كده، تمام، يعني ده خط فودافون وده خط وي، لكن بعد كده هتستلم الشريحة بالشكل اللي قدامك ده كده، عفوا الشكل ده هتستلم فيه الشريحة، فيه كود أو كيو آر كود هنا زي ما أنت شايف، مش عارف هو واضح لك ولا لأ. بتعمل سكان للكود ده، على طول بتلاقي الشريحة اتركبت عندك في التليفون بدون ما تحط الشريحة أصلا في التليفون. طيب أنا هحاول أوضح لك كل ده إزاي دلوقتي محتاجين نعرف إذا كان تليفونك بيدعم بالفعل الـ eSIM ولا لأ. كل اللي عليك بس بتروح عندك على الإعدادات، وبعد كده بتنزل تحت على كلمة خلوي، وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها إضافة شريحة إلكترونية، هتلاقيها موجودة عندك سواء كان في الأندرويد أو كان موجود في الآيفون. طبعا هقول لك هنا نقل من ايفون قريب، لو انت عاوز تنقل الشبكه بتاعتك على تليفون تاني تنقلها، لو انت لسه شاري شريحه جديده كل عليك بس بتروح عندك بتعمل استخدام رمز الكيو ار كود، تمام، وبتروح عندك هيطلب منك المسح الضوئي بالشكل ده كده، بتروح عندك في ظهر الجهاز، طبعا بنفتح الكاميرا تمام بالشكل اللي قدامك ده كده، ادي الكاميرا كده مفتوحه لنا، وبعد كده بتروح عندك في ظهر الجهاز بتعمل سكان للكيو ار كود زي ما انت شايف قدامك كده، وعلى طول بتبدا تتفعل الخدمه معاك بشكل تلقائي فوق هنا علشان يظهر معاك الشريحه بتاعتك. وكده كان كلامنا عن ازاي تعرف الشريحه بتاعتك بتدعم الاي سيم، او عفوا التليفون بتاعك بيدعم خاصيه الاي سيم ولا لا. طبعا هتبدا تستلم شرايح التليفون بتاعتك بالنظام ده كده، بحيث انك تلاقي الكيو ار كود تعمل له سكان، على طول بيتضاف عندك في الجهاز بتاعك. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي بلايك واشتراك في القناة، ومع السلامة.